بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا يا دكاترة، ويا رب إن شاء الله دايما بخير ودائما بصحة جيدة. إن شاء الله رب العالمين، زي ما وعدتكم هنكون مع بعض بإذن الله في موديولز الفارماكولوجي بالكامل، يعني فارماكولوجي كل الموديولز بتاعتكم هنشرحها بالكامل إن شاء الله، و هنغطي كل المعلومات أو كل التوبكس زي ما اتفقنا اللي موجودة في كتاب القسم بتاعك. وهمسك لك السبورة اللي قدامك دي، هرسم لك عليها بعض الرسومات الجميلة، هستخدم طبعا موهبتي الفذة في الرسم، موهبة رهيبة، أنا ماليش حد في الرسم يعني، المهم يعني، فهستخدم إن شاء الله الموهبة بتاعتي بتاعت الرسم يعني. هتشوفوا قد ايه انا موهوب، طبعا فرعون انا موهوب ولا نيله، بس هنقدر ان احنا ان شاء الله من خلال الشرح، اننا بعد ما هنشرح الكلام على هيئه رسمه هنقرا الكلام اللي موجود في الكتاب عندك، هتبص تلاقي نفسك فاهم كل كلمه ان شاء الله. خلينا كده نبتدي مع بعض باول محاضره في موديول الجنرال او الجنرال فارماكولوجي. عايز ابتدي معاك بس بان هو يعني هو بادئ معاك بان هو عايز يفهمك يعني ايه كلمة فارماكولوجي. تعالوا كده نفصص الكلمة واحدة واحدة يا جماعة. فارما، كلمة فارما دي بتفكرك زي فارماسي أو صيدلية. الفارماسي أو صيدلية هي منفذ لبيع الأدوية، فبالتالي فارما مينز دواء. طبعا أولوجي يعني دراسة. إذا وعلم دراسة الأدوية أو علم الأدوية زي ما بيتقال عليه، وهو ده المعنى الحرفي لكلمة فارماكولوجي. ولو بصيت في أول سطر عندك في الكتاب تحت كلمة introduction هتلاقي مكتوب إن الفارماكولوجي is the science dealing with drugs، بس العلم الذي يدرس الأدوية. طب بسيطة خالص، قبل بس ما أفهمك بندرس الأدوية إزاي، خليني يعني أفهمك يعني إيه دواء او يعني ايه درج. هو دكتور ايه معنى كلمه دواء؟ معلش والله انا اللي اعرفه زي لا مؤاخذه زي اي حد ماشي في الشارع ان الدواء ده حاجه يعني بناخدها علشان نتعالج من مرض. لا، انت لازم الديفينيشن يبقى في دماغك كطبيب متسيستم بطريقه مختلفه عن عامه الشعب. بص يا فندم معايا وبالراحه واحده واحده علشان تقدر تفهم يعني ايه دواء. بص معايا، دي اللي انا راسمها دي اهي، ايه دي حضرتك؟ دي خلية من خلايا القلب اللي هي يعني كاردياك ماسل سيل مثلا، دي خلية قلب. خلية قلب دي شغلتها ايه؟ شغلتها انها تنقبض او تكونتراكت علشان القلب يضخ الدم. ماشي، سهلة خالص، مفيش مشكلة. طب اقول لك على حاجة، في ناس عندها مشكلة في عضلة القلب او في خلايا عضلة القلب، ان الخلية دي فاشلة. الموضوع ده بيتسمى فشل عضلة القلب أو فيلير. طب جميل، لو عضلة القلب فاشلة أو واحد عنده مشكلة إن عضلة القلب بتاعته فاشلة، أنا عايز أديله حاجة، الحاجة دي تزود الكونتراكشن بتاع الهارت او تزود الكونتراكشن بتاع عضلة القلب. جميل، يبقى انت عملت ايه؟ الكونتراكشن ده اللي هو الانقباض. ما هو الانقباض؟ دي وظيفة من وظائف عضلة القلب. اذا this is الكونتراكشن ده is a function of the cardiac muscle cell. فانا اديت مادة كيميائية chemical substance، الكيميكال substance دي لعبت في سيلولار فانكشن علشان خاطر تديني افكت او تديني تأثير اقدر اعالج بيه المشكلة اللي عند العيان او المرض اللي عنده. دي الرسمة الاولانية عايزك تحطها في دماغك. بص تعالوا نروح على رسمة تانية. بص معايا كده على الرسمة التانية دي، فنان مين ده؟ ده محروس.
محروس مين؟ والله هو هيتمرمط معانا طول الكورس محروس، ده كل ما هجيب مثال اقول لك محروس. طب ماشي حلو قوي، ده مين ده محروس؟ محروس ماله؟ قال لك والله محروس ده عنده مرض، عنده عدوى بكتيريه. عنده عدوى بكتيريه كده، استغفر الله العظيم يا رب، اسمها الالتهاب السحائي او الحمى الشوكيه، بتتسمى مينينجايتس بالانجلش، او لما تاخدوها ان شاء الله. مينينجايتس دي انفكشن ببكتيريا كده، استغفر الله العظيم يا رب، اسمها نايسيريا مينينجيتيدس، مش موضوعنا يعني. المهم يعني طب ماشي حلو قوي يا دكتور، يعني هو عنده عدوى بكتيريه، عنده مشكله، عنده بكتيريا في جسمه يعني عامله له مرض. طب حلو، ما احنا هندي له دراج، هندي له دواء برضه علشان خاطر يخف من المينينجايتس اللي عنده. لا بقى خد بالك، مش هندي محروس بس، مش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، ده انا هدي له هو وابوه وامه وكل اخواته اللي قاعدين معاه في البيت. ايه ده؟ يعني هتدي لكل الناس اللي بتحتك مع محروس، ايفن دول اخرين هياخدوا الدواء. ايه ده؟ طب هما ياخدوا الدواء ليه وهم ما عندهمش المرض؟ لا، ما انا بديهم الدواء علشان احميهم من ان هم يلقطوا العدوى من محروس. إذن قد نستخدم الدواء لغرض وقائي بحت، prevention، وقد نستخدم الدواء لغرض علاجي، treatment. طب أقول لك على القصة الثالثة علشان نخلص من موضوع تعريف كلمة دواء أو تعريف كلمة drug. بص معايا، ها رد عليا، ها مين ده؟ خلاص بقى قلنا محروس، ما مش هنقعد نعيد ونزيد بقى. محروس ده يا جماعه عنده مجرى الهواء عنده بيقفش، مجرى الهواء عنده بيقفش لما يشم شويه تراب. دي بنسميها ايه؟ ازمه، عنده ازمه في صدره او عنده حساسيه على صدره، دي بتتسمى برونكيال ازمه. اقول لك على حاجه، البرونكيا الازمه دي مشكلتها انها ايه؟ بتيجي في نوبات، في اتاكس، لما يتعرض مثلا لحب التراب، شم حب التراب فصدره قفش، دي اتاك برونكيا الازمه يعني. طب المشكله ان مش على طول الشخص عنده الاتاك. طب لو جاي لك محروس وانت عايز تعرف هو عنده برونكيا الازمه ولا لا، تعمل ايه؟ هقول لك انا دكتور اعمل ايه؟ انا هجيب سجاده وانفضها في وش محروس، واخد بالك انت؟ تطلع سجاده تنطر شويه تراب فصدره يقفش، هو عنده برونكيا. لا، ممكن نعمل حركة لطيفة خالص، ممكن نديله دواء، الدواء ده لو مجرى الهواء عنده المستقبلات فيه حساسة بزيادة هتقفش. يعني لو عنده برونكيا الأزمة مجرى الهواء بتاعه هيقفش وهيجيله أتاك أو هيجيله نوبة أزمة. لو ما عندوش مش هيجيله لما ياخد هذا الدواء. الدواء ده هنبقى نتكلم عنه بعدين، اسمه ميتاكولين، مش حدوتتنا يعني. بس ايه ده، هنا احنا استخدمنا الدواء لغرض علاجي؟ لا. طب لغرض وقائي؟ لا، هنا استخدم الدواء لغرض تشخيصي بس يا سيدي الناس. التلات كلمات اللي المفروض ينوروا في ذهنك في تعريف الدواء هم دول، اقرا كده معايا. The drugs are chemical substances، مواد كيميائية، that stimulate or inhibit a cellular function، اهي وظيفة في الخلايا، but do not create a new one، هي مش بتكريت وظيفة جديدة أو بتختلق وظيفة، لا هي في وظيفة في الخلية وأنا الدراج يا بيزودها يا بإيه؟ يا بيقللها. They are used for treatment, prevention, and the diagnosis of diseases. بس يا معلم، مش مهم تكتب حته or modify a physiological process، لان physiological process اللي هي هي cellular function يعني، احنا مش هنقعد نعيد ونزيد في الكلام. فانت خلاص فهمت كده تعريف كلمه دواء، بسيطه خالص. طيب حلو، يعني انا قلت لك ان الفارماكولوجي هو علم دراسه الادويه، وفهمتك يعني ايه ادويه. فاضل ان اجاوب على سؤالك الثاني اللي هو ايه؟ هندرس الادويه دي ازاي؟ بص يا سيدي، دراسة الأدوية في علم الفارماكولوجي أهو، بتكون عن طريق ثلاثة أفرع رئيسية لذلك العلم. الثلاثة أفرع الرئيسية يشتركوا في كلمة فارماكو،
فارماكو. ما فارماكو على اساس ان هو فرع في علم الفارما يعني. فارماكو، فارماكو ايه؟ فارماكو كاينيتكس، فارماكو داينامكس، فارماكو ثيرابيوتكس. فارماكو كاينيتكس جاية من كاينيزيا، كاينيتك، كاينيتك يعني حركية. عارف لما أقول لك كاينيتك إنرجي، طاقة الحركة الحركية. فإذا يا جماعة فارماكو كاينيتكس مينز إنك بتدرس حركية الدواء، يعني بتدرس الدواء بيتحرك في جسمك إزاي. طب ما أنا هسألك سؤال، تعالوا كده نتكلم على أشهر طريقة كلنا بناخد بيها أدوية. والله اشهر طريقه كلنا بناخد بيها ادويه ان احنا مبلبع برشام، مش بلبع برشام اللي انت بقى. لا، انك تبلبع برشام تاخد دواء يعني. بلبعت برشامه، بلعت برشامه، حلو، بلعت برشامه، اول حاجه ايه اللي هيجرى لتلك البرشامه؟ هتنزل في الامعاء بتاعتك او في جهازك المعوي الجي اي تي او جهازك الهضمي، علشان ايه؟ تمتص. اهو اول خطوه ايه؟ تمتص، ابزوربشن. طب وبعد ما تمتص هتروح على الدم. الدم ده اللي هو ايه؟ الشيال اللي بيروح بالدواء ده لاجزاء الجسم المختلفه، يعني الخطوه الثانيه توزيع الدواء في الجسم. ديستريبيوشن. طب وبعدين الدواء بيعمل التاثير بتاعه، بيفضل بقى شغال في الجسم على طول الى ابد الابدين؟ لا، لازم الجسم بيتخلص منه. طب الجسم بيخلص، بيتخلص منه ازاي؟ بانه بيكسره ويخرجه. التكسير والاخراج. التكسير دي اسمها ميتابوليزم. والاخراج اسمها اكسكريشن. علشان كده لما اقول فارماكوكاينيتكس يبقى انا هدرس اربع حاجات في الدواء. هدرس امتصاصه، هدرس توزيعه، هدرس تكسيره، هدرس اخراجه. absorption، distribution، metabolism، excretion. في ناس بيقول عليها ادمي، ادمي ادم، او مش عارف ايه اللي انت عايزه يعني. يعني مفيش مشكله يعني اللي انت شايفه يعني. اهو اقرا كده معايا في الفارماكوكاينيتكس عندك في الكتاب. انا حاطط الكتاب قدامي بالمره. It describes what the body does to the drug. ماذا يفعل الجسم بالدواء؟ الجسم بيعمل ايه في الدواء؟ بيمتصه، بيوزعه، بيكسره، بيخرجه. Which include absorption, distribution, metabolism, excretion. تمام؟ طب امال الفارماكو داينامكس؟ والله الفارماكو داينامكس حضرتك دي ديناميكية الدواء. طب معلش، عارف داينامكس جاء من ديناميكا. اهو ديناميكية الدواء اهو. لما اقول ديناميكية الدواء يعني ايه؟ يعني ماذا سيفعل الدواء للجسم؟ يعني انت تقصد الاكشنز بتاعت الدواء والميكانيزم بتاعه. الدواء بيشتغل ازاي وهيعمل ايه؟ اهو ازاي وهيعمل ايه؟ ازاي دي اسمها ميكانيزم اوف اكشن. زي ايه مثلا ميكانيزم؟ والله انا همسك في المستقبل الفلاني او في الريسبتور الفلاني وهعمل له ستيميوليشن. والله انا همسك في الريسبتور العلاني وهعمل له انهبيشن، هقفله كده. ده اسمه ميكانيزم اوف اكشن. طيب ميكانيزم هيعمل ايه؟ دي اسمها الاكشن. والله انا لما قفلت المستقبل ده او شغلت المستقبل ده، ايه الايفكت اللي حصل؟ ايه النتيجه اللي حصل؟ دي اسمها الاكشن. فبالتالي اهو مكتوب قدامك في الكتاب ان الداينامكس it describes what the drug does to the body which include the study of physiological actions of the drug الاكشنز بتاعته and their possible mechanisms of action. اشتغل ازاي وادى التاثيرات الفسيولوجيه المترتبه على الميكانيزم اوف اكشن اللي عمله هذا الدواء. ميكانيزم أدى إلى إفكت. لو عايز تكتبها بإنك تقول إن it describe what the drug does to the body
which include its mechanism of action and its effects زي الفل اهو. خليها effects بدل physiological actions و mechanism of action، تحس انك ملخبط نفسك يعني. تمام؟ طيب. امال ايه الفارماكوثيرابيوتكس؟ الفارماكوثيرابيوتكس جايه من ثيرابي. ثيرابي، كلمة ثيرابي تعني علاج. علاج، علاج يعني هو انا هعالج او هبريفنت مرض او هشخص، صح؟ احنا متفقين على الثلاثة دول، يا هستخدم الدواء للدياجنوزس، يا للتريتمنت، يا للبريفنشن. طب حلو، بص بقى، شايف الثلاث دول؟ الثلاثة دول هنكتب منهم كلمة دي. طب انهي دواء؟ اختار انهي دواء؟ طب لو الدواء اللي انا اخترته ده فشل، اشفتت او اغير الدواء ده وشفتت على دواء ايه؟ ايه الدواء التاني؟ تاني اوبشن في العلاج. طب لو الاتنين دول فشلوا، ايه تالت خيار في العلاج؟ خيارات التشخيص والعلاج والوقاية. تختار انهي دواء، او ده فرع الفارماكوثيرابيوتكس. يبقى اذا الفارماكوثيرابيوتكس is study of the selection of the drugs for diagnosis, prevention and treatment of disease. طب معلش انتوا فالقين دماغنا يعني. ويا absorption و distribution و metabolism و excretion و mechanism و effect و dose، تختار انهي ده؟ كل ده هدف منه ايه؟ يعني كل اللي انتوا بتحكوا فيه ده، ثلاث فروع دول هدفهم ايه فيا انا؟ انت عايز تحققه فيا انا كطبيب، يعني انا كطبيب كدكتور. ايه اللي المفروض يتحقق فيا؟ انك تقدر تدي العيان العلاج الانسب باقل جرعه ممكنه لتجنب الاعراض الجانبيه. تاني، الهدف ثلاث حاجات: انك تدي العيان الدواء المناسب بأقل جرعة ممكنة بهدف انك تقلل الأعراض الجانبية. Oh, the main goal of a physician is to give the patient adequate drug doses so that therapeutic levels, شوف انه يقدر يحقق له العلاج المناسب, therapy, therapeutic levels are obtained to produce the desired responses, عشان تقدر تحصل على الريسبونس المناسب with the minimal adverse effect, بأقل أعراض جانبية. هو ده الدكتور الشاطر اللي هنسقف له، وهو ده اللي احنا عايزينك توصل له في علم الفارماكولوجي. هنا تكمن أهمية هذا العلم. علم مهم طبعا، أهميته لا تقل أهمية عن علم الباثولوجي مثلا. الباثولوجي بيشرح لك ميكانيزم الأمراض وحصل إزاي، احنا بنشرح لك العلاج، الروشتات، الأدوية اللي انت بتكتبها. الدواء ده ما ينفعش مع الدواء ده علشان الاتنين مع بعض ممكن يأثروا على الكلى. الدواء ده ممكن يتاخد مع الدواء ده عادي، لكن ما يتاخدش مع الدواء ده لان الاثنين ممكن ياثروا على الكبد. الدواء ده من اعراضه الجانبيه انه بياثر على الكبد، فلازم لو عيان مشي عليه تطلب منه وظائف كبد كمان كام يوم. روح الطب الفارماكولوجي زي اهميه الباثولوجي والفسيولوجي بالظبط. جميل كده، اول صفحه وهي مقدمه علم الفارماكولوجي. يعني انا كده الصفحه الاولانيه دي كانت في كتاب، الهدف منها ان هم يشرحوا لك زي ايه، بيقدموا لك كده يعني ايه علم الفارماكولوجي ده واحنا بندرس فيه وكلام من هذا القبيل. بعدين هنبدا بقى نخش في الاكشن، وهو كيف تعبر الادويه من خلال السلم بري. انا حبيت بس انزل لكم المحاضره الصغيره دي كصباح الفل كده مني، انا بصبح عليكم بس، وبنأخذ الناس بس على النظام والسيستم بتاع الشرح. عايز أسمع ريفيوهات حضراتكم، وإن شاء الله يا جماعة التفاصيل بتاعت هننزل كم محاضرة في الأسبوع وكل الكلام ده هيتقال النهاردة اللي هو الخميس إن شاء الله رب العالمين الساعة
الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة بإذن الله. أخش معاكم فيسبوك لايف على الجروب وهعرفكم إن شاء الله إحنا هننزل كام محاضرة في الأسبوع، هنمشي إزاي. ربنا يعيننا، لأن كلام الفارما كتير مش قليل اللي عليكم في هذا الموديول، والجنرال تقيل شوية علشان في أمثلة الأدوية أنت لسه ما خدتهاش، فهنحاول نتفادى ونعدي ونعبر بالكلام ده مع بعض بإذن الله. شكرا جزيلا لكم جميعا، هذه كانت مقدمة علم الفارماكولوجي، أتمنى لحضراتكم جميعا التوفيق والنجاح، بالتوفيق والنجاح والتجارة في السلاح. السلام عليكم.